أو فلافل برجر مع صوص الحامض. بدنا عجينة فلافل، وهلأ رح نحكي عن تفاصيلها. رشة كربونة، مخلل خياري مقطع سلايس، خبز برجر محمص، شرحات بندورة، أوراق خس فريش. صوص الحامض، كوب لبن رايب، ربع كوب من طحينية الكسيح، وربع كوب من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من ملح الكسيح. بس بكل بساطة احنا بنحكي عن فلافل، اصلا اكلنا ازكى اكل، و باحدى المناسبات اعطيت يعني حكيت هاي القصة قبل هيك، كان في ست مكسيكية من اصول مكسيكية مقيمة بامريكا ومتزوجة من شاب اردني، فلما اجوا على الاردن اعطيتها دورة خاصة بتحضير هالاطباق. حبة الفلافل المحشية ب$8. قصدي أحكي لك من هاي القصة بأنه إحنا أطباقنا فخمة وكتير الناس بتحبها وبتميل إلها، فدايماً أنا بشوف حالي بأطباقنا دائماً بكل المحافل وكل المسابقات اللي بتخص الطهي. الفلافل بالأردن أنا بشعر أنه في إله طابع خاص، بكل دولة في إله الطعمية، في مصر في إلها هيك تركات خاصة. إحنا عجينة الفلافل عملناها كتير في على شاشتنا الكريمة أكيد دائماً، يعني بجوز 4-5 مرات عملتها على ماكينة اللحمة. الحمص جيبي أمريكي ياس 9 وياس 12، رح تلاقي الوصفة مباشرة على اليوتيوب، اكتبي عجينة فلافل مطبخ يوم جديد أو مطبخ التلفزيون الأردني رح تطلع عندك. أنا عملت كمية وهيك والدي علمنا، بنعمل كمية عجينة فلافل وبنفقد الحبايب والأهل بحصص وبنحطها بالفريزر، لما أنا بدي بعملها ديفروست بدوب تلجها، لما أنا دوبت تلجها شو صار معاي؟ صارت جاهزة. عشان تشتغل معاكي صح هذا الإشي ما بنعمل إلا قبل القلي، يعني أنا هلأ أنا وياكم بدنا نشتغل فيها صح؟ هلأ بتنزل عليها على راس المعلقة تكة من كربونة الطبيخ أو الكربونة اللي هي كنا بنعرفها الكربونات، حطيها تكة، كل ما كترتي كتير كل ما ضرب عرق مرار وبيلمض معاكي الفلافل، فإياكي تكتري مش صح. وبعدين بدك ترطبيه بشوية مي، اعجني العجينة. بدي أورجيكي أنه أنا حاطة عليها مي سلف، لما دوب التلجها شوفي كيف الجلاف صار كلياته مي، هذا السبب لأنه هي ميتها فيها لما عملت ديفروست ودابت تمام، يعني ريحتها بتقولي هلأ عملناها. اللون الأخضر بتحطي كزبرة، بقدونس، شبت، أنت حرة، بس إحنا أكيد بنشتغل ستاندر فيها. إذا ما حطنا عليها إشي هلأ إلا الكربونة، بدي أقليها قلي هلأ بتحطي الكربونة تمام. لما بنقول برجر، إذا أنا بدي أخذ قرص فلافل برجر وأعمله على شكل اللي هي رأس البرجر مش على شكل حبة الفلافل الموجود. شايفين هذا كله حوالي 50 ورقة مقطعة جاهزة. صار هلأ في عنا إحنا يعني الحلو إنه بالأسواق الأردنية دائما في عنا شطارتنا إنه بنجاري كل إشي مطلوب. هذا ورق زبدة مقطع خصوصي للبرجر، لحمة، جاج، سمك، فلافل، أيا كان موجود بالأسواق حوالي 20-30 ورقة، مش عارف يمكن ربع دينار، 30 قرش، نص دينار إلى آخره. فقصدي أحكي لك إنه صارت العملية أسهل من أول بكتير، ورح نشتغل بطريقتين لحتى نعمل قرص هالفلافل. هذا اللي هو مكبس الفلافل أو مكبس البرجر، حقه بيجوز دينارين ونص، 3-4 دنانير جملة، في ناس بتبيعه بخمسة مش جملة، هاي أنا غششتكم كمان السعر. اللي بصير انه هو شكله لما انت الفريم لما بنيجي نكبس عليها حيعطيني شكل برجر، هاي شايفتي؟ فهذا بتقدر تشكلي اللي بدك اياه، رح نشكل وحده هيك ورح نشكل وحده على ايدنا للي ما عندها، يعني انا ما عندي هذا القالب بس عجبتني وصفه الشيف، بدي احضر بكره فطور غير شكل نحمله ونروح فيه عند بيت حماي. يلا رح نحط ورقه زبده ما تحط عليها ولا إشي، ورح ناخذ حصه من عجينه الفلافل اللي حضرناها. هلا بدك تطحني وتجهزي، نعمه وفضل، الله يعطيك العافيه. عجبتك الفكره بس انت بتحبي السرعه، بتحبيش المطبخ الى اخره، جيبي عجينه جاهزه من المطاعم من السوق، يعني استنظفي لك مطعم او بتحبي نكهه الفلافل عنده وقولي يا رب. شوفي انا هون بدي اشكلها واعمل لها هذا الفريم، بدنا ارقام الاتصال والتواصل معنا نشوفها باسفل الشاشه، و نسمع أصواتكم طلباتكم، إذا في بالكم أي وصفة كمان إحنا جاهزين. طبقناها صح؟ هلأ هي ما رح تاخد شكل البرجر بس رح تاخد الفريم تبع القالب، نضغط عليها بكمان ورقة بنلزقها عليها وبعدين بنحطها بهالشكل. قبل ما أضغط لتحت عشان ما تطلع العجينة بإيدي بمشي عليها بشكل دائري، يعني بمشطها بهالطريقة وبعدين بضغط بهالشكل
طبعا بالمطاعم في مكابس البرجر الكترونيه وفي اللي هي الاشياء الثقيله معاها ميزان وامورها تمام. شو بعمل؟ ما برفعها على ايدي زي ما هي، بشيلها زي ما هي بهالشكل. هاي شوفي، وهي صار في عندي قرص من البرجر وبجهزهم على الصينيه بهالطريقه. بعدين بنجيب صينيه فرن وبنروح على درجة حرارة 180، بنحملها من تحت، بنشيل بس الورقة الفوق، ما هي الورقة الثانية ورقة خبيز، ورقة زبدة، وبنخبزها بهالشكل لحتى ما يخرب شكلها. طيب أنا ما عندي القالب، بس عجبتني وصفتكم وما بدي أشتري، كيف أدبر حالي بوصفة الفلافل؟ أي إشي، بس أهم إشي هذا ورقة زبدة الخبز كتير بيساعدك. رح نجيب أنا وياكي كمان طابة صغيرة من عجينة الفلافل بهالطريقة، وبعدين نشكلها مانيول بإيدنا ها قد ما تقدر، بس ما تخليها خميلة. ما تنسي إنه العجين ما رح يروح على النار بالزيت، يعني ما رح نقليه قلي، فبدك تكوني حريصة بإنه يكون يدوب مش خميل كتير عشان يستوي. ما أكل عجين يا لفيها بإيديكي مانيول هالشكل، ارجعي كبسيها في بعض عشان يصير في عندي قرص تمام، وحطيها بالحجم اللي بدك إياه. حتى ابنك عنده فطور صباحي بالكيجيوان كذا، هالكتاكيت الصغار بدك تعملي له اشي مميز، بازار في المدرسة الى اخره، جيبي له الخبز الميني تبع البرجر وصبي لي اياها صغير صغير بكيفه عليها. يعني انا بمدرسة ولادي بيعملوها بالمقصف وما بيستحلوا الا هي، بفكروها اشي غير شكل. شايفة خليناها مش كتير خميلة وسويناها بهذا الحجم وشكلناها بايدنا، اذا بنقدر احنا نتحكم في العجينة. بعدين رح نشيلها على صينية الخبز ونروح فيها على بخاخ الكسيح. الكسيح عندهم بخاخ زيت، زيت وزبدة أو زبدة لحالها بالإضافة إلى زيت الزيتون. هون بدنا زيت نباتي، رح نبخ عليها من فوق وهي أصلاً رطبة وفيها مي وفيها كربونة، رح تستوي وتشتغل معاي صح وتعطيني لون حلو. لونها بعد الخبز بيعتمد على كمية الكزبرة أو اللون الأخضر اللي أنت حطيته، كمية البهارات، الفلافل أساسه وروح قلبه شوية كراوية وعين جرادة، هذا من أساسه. منتجات الكسيح موجودة كمان بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وبدي أوجه لهم تحية أكيد، وأهل الدار عمرت كمان بصحابنا وحبايبنا من شركة زيت زيتي وتونة الصياد، الله يعطيهم ألف عافية جميعا، وإن شاء الله كل التوفيق لكل أبناء الوطن، شركائنا في مطبخ التلفزيون وغيرهم أكيد. بالأول وبالآخر إحنا بهمنا الكل يكون بألف خير دائما. رحنا على الفرن على درجة حرارة 180. بعدين شو بدنا نساوي؟ بدنا نعمل صوص حامض زاكي اللي هو بديل للحمص. طالما أنا بدي أعمل فلافل وحمص ما استفدناش، إذن هي سندويشة فلافل بس الشيف غلبتنا بفزلك زيادة وزودت علينا خطوات تحضير. خلينا نسوي إشي زيادة، طالما إحنا بنقول فيوجن معناته في إشي ترك خفيف. كوب لبن رايب، ودائما المصل تبع اللبن لا تتخلصي منه، هو أزكى إشي باللبن، أزكى إشي وأفيد إشي. حننزل اللبن كوب، وبعدين جيبي عصير ليمون حامض فريش، وجيبي عليها تكة ملح من الكسيح. رح نكمل عليها بتكة ملح، منتجات الكسيح كتيرة يعني إذا بدي أعيدها مش رح نخلص، الله يعطيهم الصحة دائما. ملحيها وحمضيها زيادة كتير أطيب. وكمان رح نشتغل بالطحينية، أنا حطيت لك مقادير للي بتحب مقادير الصبايا الجداد العرايس، إحنا كنا زيكم أول ما تعلمنا زيكم، كنا على المقدار نمشي نخاف يخرب، بس مع التجارب الواحد بتعلم. كالعادة طحنية الكسيح، وإحنا مش كتير كبار بس ختيرنا حلوة الروح. رح ننزل الطحنية، خضي مع بعض السمسم وزنه تقيل مع الطحن، بصفي تحت في القاع، فوق بصير في عندك زيت السيرج، خضيهم مع بعض كتير منيح. نوعها كيف أعرف إنها نوعها منيح ولا لا؟ من الطعمة. غششكم شغلة سريعة جدا، بالأسواق الأردنية في سمسم ثلاث درجات، ثلاث درجات بالجودة والمصدر وطريقة الشغل. الطحنية هي شو؟ هي سمسم مطحون. في كتير مش شرط بالأردن، بعض أنواع الطحنية حتى اللي بنجيبها من برا بيكونوا طحنين معاها فول اللي هو الفستق العبيد اللي بنحكي عنه، الفول السوداني طعمه قريب فما ما بيختلف عليكي، أوفر على التاجر، بس أنا ما أخدتش طحنية صح. طحنية الكسيح هيك أنا بحكي طبعا لأني رحت على المصنع وشفت خط الإنتاج وبالعقل فحصت الوضع، كنت شايفة السمسم ألف ألف، فالله يعطيهم الصحة دائما.
يلا نحركها. لما بنقول صوص حامض بده يكون الطحنية شوي بارزة، بده يكون معاي عصير الليمون واضح، حامضة حامضة حامضة. يلا هيها صارت ريدي وجاهزة. هلأ بدنا نعمل الساندويش. هذا الخبز هو برايفت لإلنا، من يعني كثير أنا بشتغل فيه وكثير أنتوا بتسألوني من وين من وين. أنتوا بتعرفوا أنا ما عندي إشي أخبيه عنكم، يعني لو صح لنا نعطيكم عيوننا ما بنقصر. بس هذا الخبز هو برايفت وبتحضر للعديد من المحلات والمطاعم، بس إحنا أكيد دائما في لنا حصة كبيرة من الأصدقاء بالخارج، فالله يعطيهم العافية دائما. بتجيبي أي خبزة برجر عندك، خبز بطاطا مع البطاطا اللونه أصفر مع الفلافل مش زاكي، خلينا على الأبيض. بعدين بتجيبي بخت زيت بمقلاية وبتحمصي الخبزة. بعد ما نحمص الخبزة تطلع معاي بهالشكل، بس بدي أشفها. ضروري تحمصيها لأنه لما بتحمصيها ما بتشتش، والدليل شوفي أنا حطيت عليها صوص طلعي ما تشتشت، طلعي كيف مشخصة ولا تمزعت ولا إشي، لأني حمصتها. لو ما حمصتيها بتطرى وبتشتش معاكي على الآخر. شو رح نساوي؟ رح نجيب شوية تراتور صوص أو صوص الحامض، بعدين رح نجيب عليها حبة الفلافل وكمان تراتور صوص بهالطريقة، شرحة ليمون، شرحة بندورة فريش. حتستغربي شرحة الليمون، إشي بيشهي القلب، يعني حتى اللي ما بحب الليمون رح يحبها مع هالسندويشة. وشوية مخلل خيار، اغسليه كتير منيح وقطعيه. ونكمل أنا وياكم بشرحة اللي هي الخس. رح ناخد ورقة، حطي أي نوع خس عندك كله خير وبركة، وجيبي غطاية الخبزة. معنا اتصال. غطاية الخبزة من فوق رح نحط عليها يا أخلاص شوية تراتور صوص وحطيها بهالشكل. غشاشة سريعة، هذا الخبز رح يضل هيك شكله حلو عليه جليز، وأنا كمان رح أدلله بزيادة. جيبي إيدك حط عليها بخة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي أو الزبدة وامسحي على وجه الخبزة. صباح الخير يا إخلاص. يا عمري صباح النور. الله يسعد عمرها إخلاص. صباحك يا قلبي. أحلى صباح. يعني أنا بالشغل بس والله فتحت منافسي، جعت. كيف بس أنا هاي شغلتي أجوع لكم. إشي عن جد إشي مرتب. شوفي أنت مرتبة وشغلك مرتب. ما هو المرتبين اللي زيك بيستاهلوا أحسن من هيك كمان. حبيبتي حتى بتعرفي امبارح دكتورتي شفت لي قلت لي وين هالخليلية وينها؟ أصلاطن. حبيبة قلبي البركة فيكم يا أمر. أهلا وسهلا. أنا بدي أسألك، أنا جاني دوالي من الضفة أنان. أناني كيف هلأ لما بدي أطبخه لازم أسلقه يقول بيزيد أحطه بالفريزر؟ بصير أحطه بالفريزر، هو مخلل، فلما أنت بدك تفرزيه بدك تفتحيه وتحطيه. خذي المعلومة على السريع، افتحيه كله افرديه، طبقيه فوق بعض طبقات طبقات طبقات، وبعدين ايش تساوي فيه؟ مباشرة بتحطيه بمي سخنة، بعد ما تصفي المي مباشرة بتحطيه على الفريزر، عشان هاي المي رح تصير فروزن بالفريزر، إذا حطيتيه زي ما هو بتمزع بتفتفت. يلا أنا مجهزت لكم كمية زي ما تعودتوا علينا أكيد، وهي الخبزة صارت جاهزة، أحلى من هيك ما في. أنا بعملها بورشن للأولاد الصغار بالمناسبات المختلفة، وكتير شكله فخم صراحة. وأنتوا عارفين إحنا بنحب الفلافل، فأكيد مش راح أعمل ولا حبة ولا حبتين، أنا عاملة كمية للشباب الطيبة عشان نفطرهم في حلقة نهاية الأسبوع. صباح الخير يا أم علي. صباح النور. صبح بنور النبي يا ربي. كيف احنا وانت عليه الصلاة والسلام. اهلا وسهلا بالحلوين. الله يجبر خاطرك يا ربي حبيبتي، كل عام وانت بخير. لو انها بخير وصحة وسلامة. اهلا ستي، كيفك يا قمر؟ الله يجبر خاطرك، والله مشتاقين يا حبيبتي. الحمد لله، اول شيء على سلامة ابنك حبيبتي. الله يخليكم طول اعماركم، يخلي حبايبكم دائما يا رب. شوف علا بدي اسألك، شو الفرق بين جوز عين الجمل الاشقر والاسود؟ الجوز الجوز غالي كثير. البني اللي هو اسمه بيكان. هلا انا بطلع لك اياهم بعد الفاصل برجيك اياهم على الهواء، تابعينا. والامريكي البني الامريكي الفاتح اقل بالسعر، بس هم الاثنين من فصائل الجوز. يعني كيف مثلا في رز بسمتي، في رز حبه قصيره، والرز رز نفس المبدا. حبيبتي يسلم عليك ابني كمان، والله اسلمتي يا عمري حبيبتي. يخليهم يخليهم حبيبتي يا رب. الله يحفظهم يا عمري حبيبتي. سلميني على الكادر جميعا يا عمري. يا ستي حبيبتي كل الكادر بسلم عليك، ابنائنا وابنائكم بسلموا عليكم دائما.